فوق جبال أراكات وعلى ارتفاع ما يقارب 3800 متر. أصلنا الآن وصلنا فوق جبال أراكات. بعض صبحنا اللي ربطناهم جبناها بهذه البحيرة. هذه البحيرة اسمها بحيرة الحجر على ارتفاع 3800 متر فوق مستوى سطح البحر. اليوم 10 بحيرة الإمام متجمدة. هذه هي بحيرة الحجر. الآن دخلنا المطعم الشتوي اللي موجود فوق بحيرة الحجر فوق جبال أراكات. احنا قلنا هذا في مطعم صغير للي ما يتحمل البرد، لأنه بالصيف أنا بصراحة بارد الجو، فالأغلبية يفضلون أن يقعدون بالداخل. We'll be right back.